طيب يا شباب، في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم على التريبتوفان امينو اسيد واحده واحده. اهو قربنا نخلص ان شاء الله، اللي جاي اسهل من اللي فات. التريبتوفان امينو اسيد احنا ما نقدرش نعتبره ان هو اروماتيك، علشان في حلقتين كده زي ما احنا شايفين مثلا، في حد ممكن يقول لي يا دكتور ده اروماتيك زي اللي اتكلمنا عليهم قبل كده، التيروزين والفينايل الانين. اقول له لا، اللي قدامك دي مش فينول رينج، دي لوحدها كده ممكن تبقى فينول رينج، لكن دول على بعضهم اسمهم اندول رينج. فواحد يقول لي يا دكتور ما هو فيها فينول رينج اهي قدامنا اهي، ما دي لوحدها بنزين، حاله بنزين. اقول له لا، احنا جسمنا ما نقدرش نفصل، ما فيش عندنا الانزيمات اللي تقدر تفصل الاثنين دول عن بعضهم، فعندنا الاندول رينج دول كانهم كده زي ايه، توأم متلاصق، ما يقدروش يسيبوا بعض او هما حاجه واحده. فعلشان كده ما بنعتبرش، زمان كانوا بيعتبروا ان التريبتوفان اروماتيك امينو اسيد، لكن هنا بنعتبره ان هو مش اروماتيك امينو اسيد. طيب الاسينشاليتي، هل هو اسينشال ولا نون اسينشال؟ زي المعتاد بنشوف الاول الحاجه دي اسينشال ولا نون اسينشال. التريبتوفان اسينشال امينو اسيد، فطبعا الناس اللي هي بتحب الاسينشال امينو اسيد يعني لازم ناكله، هيفرحوا. اللي هم مين طبعا؟ اللي هم الايه؟ الام ار سندروم، مذاكره ريزيستنت سندروم. لكن بقى في ناس تانيين اللي هم ام اس سندروم، يعني هتحسهم كده متضايقين، لا يا دكتور احنا يعني عارف انت بيحبوا الامينو اسيدز اللي هي تكون نون اسينشال عشان يقعدوا يذاكروا الاسئله بتاعتها والحاجات بتاعتها، يعني فراغ مذاكره، يعني هم عايزين يذاكروا خلاص، عايزين اي حاجه يذاكروها. واحنا بصوا شباب، في حاجه اسمها ام ار وام اس. هو ام اس دي في الطب اختصار حاجتين، الحاجه الاشهر اللي هي الصح يعني اختصار مالتيبل سكليروزس اللي هو المرض المتصلب المتعدد يعني. وانتوا ان شاء الله لما تاخدوا بطنه كده هتعرفوا ان ام اس ديت ساعات كده بنقولها على الميترال ستينوزس اللي هو الصمام الميترالي، يحصل فيه ضيق يعني يضيق. لكن عامه يعني بتتقال على المالتيبل سكليروزس. المهم ان احنا كان في عندنا مرضين في الصمام الميترالي، مرض اسمه ميترال ستينوزس ومرض اسمه ميترال ريجيج. جميل، ميترال ريجيج وميترال ستينوزس، هنا الصمام قفل وهنا الصمام فتح. فبرضو احنا عندنا في السيستم بتاعنا في حاجتين، ام اس سندروم وام ار سندروم. انتوا عرفتوا ام ار سندروم اللي هي مذاكره ريزيستنت سندروم. في بقى ناس ما شاء الله عليهم دحيحه، دول بقى ايه؟ مذاكره سنسيتيف سندروم، دول بيحبوا المذاكره زي يعني. فطبعا احنا معانا في التريبتوفان هنا اللي هم ام ار سندروم. الجماعه بقى الحلوين ام ار سندروم، يا دكتور احنا عايزين نجيب من الاخر اسينشال، ده حبيبي اسينشال، يفرحوا نفرح بقى اسينشال، يعني مش هنذاكر في حاجه يعني ما فيهوش ايه، ما فيهوش كده جه منين وراح فين الكلام اللي هو بتاع النون اسينشال امينو اسيد. يا دكتور احنا ناكل ناكل وخلصنا. طبعا مين اللي زعل؟ زعل الناس بتوع الام اس سندروم، يعني المذاكره سنسيتيف، عايزين يذاكروا اي حاجه نفسهم فيها يذاكروها، يعني تديهم اي ورق اي معلومات يقول لك يلا نحفظ لنا نذاكر. فدلوقتي لحد الان مين اللي فرح؟ المذاكره ريزيستنت سندروم هم اللي فرحوا، الام ار سندروم هم اللي فرحوا. طب تعالوا نشوف مين اللي هيفرح في الاخر. ده اسينشال امينو اسيد وميكسد، يعني ممكن يدينا جلوكوز وممكن يدينا كيتوجينيك. دي لتاني مره هيفرح المذاكره ريزيستنت سندروم. ازاي؟ احنا ما عندناش نعرف ازاي هيتحول التريبتوفان ده، هيتحول لالانين، والانانين ده ممكن ندخله في عمليه جلوكونيوجينيسيس، يعني هنصنع منه جلوكوز. يبقى اذا التريبتوفان ده ممكن نحوله لالانين بطريقه مش علينا، يبقى هيفرح المذاكره ريزيستنت سندروم. الناس اللي هم مش عايزين يذاكروا هيفرحوا، لان هم كل اللي المفروض يعرفوه ان التريبتوفان ممكن نحوله لالانين، والالانين ده اصلا احنا واخدين قبل كده في الجلوكونيوجينيسيس ان احنا بناخد احماض امينيه زي الالانين نحولها لجلوكوز، يبقى الالانين ده جلوكوجينيك، يبقى هنا التريبتوفان جلوكوجينيك اول حاجه. طيب التريبتوفان برضو الطريقه مش علينا ان احنا نعرفها، هنحول التريبتوفان ممكن يدينا اسيتالكو ايه؟ اللي هو واحد من الكيتون بودز. اسيتو اسيتالكو ايه؟ يعني كيتوجينيك امينو اسيد، يعني ممكن يتحول لحاجه تديني جلوكوز، وممكن يتحول لحاجه تديني اسيتو اسيتيت اللي هو كيتون بودز، يعني ممكن يتحول لجلوكوز وممكن يتحول لكيتون بودز. يعني ميكس ده يا دكتور؟ ميكس ده يا دكتور. طب هل يا دكتور لازم اعرف ان ازاي التريبتوفان بيتحول لانين؟ لا مش لازم اعرف. طب هل فعلا يا دكتور التريبتوفان بيتحول لانين؟ والله بيتحول، ما لو ما كانش بيتحول ما كانوش قالوا لنا بيتحول، ما تخافش. يعني لازم اجيب لك الفورمولا؟ لا مش لازم، بس انت عرفت ان التريبتوفان بيتحول لالانين او لاسيتو اسيتالكو ايه، وبالتالي ممكن يبقى كيتوجينيك او جلوكوجينيك. خلاص دي اول حته عرفناها. يبقى السلايد دي مين اللي كسب؟ الام ار سندروم هم اللي كسبوا الام اس سندروم. تمام يا شباب. طيب نخش بعد كده على ايه الفانكشن بتاعه التريبتوفان. التريبتوفان ممكن نستخدمه في ان احنا نكون حاجات كتير جدا، حاجه مثلا زي النايسين، والنايسين ده يا شباب فيتامين بي 3، فيتامين بي 3 يعني. ممكن نكون منه حاجه اسمها سيروتونين، والسيروتونين ده بين العامه كده بين الناس معروف ان هو هرمون السعاده زي ما بيقولوا، وبيكون، تعالوا هنا كده، بيكون حاجه اسمها الميلاتونين، وده غير الميلانين، مش عايزين نروح يعني في حته كده ثانيه. تمام، فانتوا يعني
واحد يقول لك نايسين، سيروتونين، ميلاتونين، الله ده كلها يعني اسماء بجد فيسبوك، بيجي احتواء، بيجي سيروتونين، بجد دي كلها اندول، سكاتول، اسماء حلوه يا دكتور. انا شامم ريحه حاجه حلوه في الموضوع، يعني في التريبتوفان احنا شممنا ريحه حاجه حلوه. صبر، اول حاجه نبدا واحده واحده نشوف الفانكشن بتاعه التريبتوفان، كل ماده من المواد اللي هو بيديها لي دي نعرف هي ايه دنيتها وايه حوارها. اول حاجه النايسين او الفيتامين بي 3. الفيتامين بي 3 ده ممكن نحصل عليه من النايسين. طب ازاي؟ برضو مش مهم اعرف، كل اللي انا عايزك تعرفه او كل اللي احنا المفروض نعرفه ان احنا نقدر من التريبتوفان ده هو نجيب حاجه اسمها فيتامين بي 3. هنيجي كل الحاجات اللي هنعرفها بالتفصيل هتلاقيني بشرحها لك في الرسمه اللي بعدها، ما تخافش. طيب يبقى النايسين ده ايه؟ النايسين ده عباره عن فيتامين بي 3 ممكن احصل عليه من التريبتوفان، اسمه نايسين او نيكوتينيك اسيد. طيب النايسين او النيكوتينيك اسيد ده ممكن اخده من طريقتين، ممكن اجيبه من التريبتوفان وممكن اخده في الاكل. والنايسين هو والتريبتوفان هو والنيكوتينامايد اللي انا ممكن اجيبهم برضو كده، يعني بصوا ممكن اجيب الاكل ممكن اخد منه نيكوتينامايد، ممكن اخد منه نايسين، ممكن اخد منه تريبتوفان، وفي نفس الوقت ممكن من التريبتوفان ده اللي لازم اخده من الاكل، ما ينفعش اخده الا من الاكل لانه اسينشال امينو اسيد، ممكن اجيب منه نايسين وممكن اجيب منه نيكوتينامايد، والثلاثه ممكن نعمل بيهم تفاعلات يدوا لنا الناد والناد بي. ما تنسوش ان الناد والناد بي دي العربيات اللي احنا بنبقى محتاجينها في حاجات كتير جدا في الجسم. فاذا التريبتوفان مهم جدا لانه بيدينا فيتامين بي 3 اللي هو النايسين، والفيتامين بي 3 مهم لشغل الناد قوي والناد بي، ودول يعني من الالات المساعده لينا في تفاعلات الخليه كلها والميتابوليزم بتاع الخلايا الناد والناد بي. ده اول فانكشن ان التريبتوفان بيدينا النايسين اللي هو فيتامين بي 3 اللي هو مهم جدا عشان يدينا الناد والناد بي. طيب في معلومه بقى بيقول لك ايه، بتيجي في الام سي كيو بيقول لك ان كل 60 ملي جرام من التريبتوفان بيدوك 1 ملي جرام نيكوتينيك اسيد. يعني لما حضرتك تاخد 60 ملي جرام تريبتوفان في الاكل دول كافيلين بس بان هم يدوك 1 ملي جرام من النيكوتينيك اسيد، تمام، او من النايسين، يعني النايسين هو النيكوتينيك اسيد. يبقى دول الرقمين بيلعب لك بيهم في الام سي كيو، بيلعب لك في ال 60 جرام ولا 60 ملي، بيديك 1 ملي، يبقى هنا ملي وهنا ملي، تمام، 1 ملي 1 ملي، 60 ملي جرام يديك 1 ملي جرام نيكوتينيك اسيد. يبقى هو في اول حته يا دكتور في النايسين يعتبر احنا ما عليناش اي تفاصيل خالص غير اننا معلومات عامه. ايه المعلومات العامه؟ ان احنا عندنا حمض امين اسمه تريبتوفان، الحمض الامين اللي هو تريبتوفان ده ممكن نحوله لفيتامين بي 3. على اعرف الفورمولا او التفاصيل او تحوله ازاي؟ لا، المعلومه اللي انا عايز اعرفها ايه؟ عايز اعرف ان فيتامين بي 3 ممكن نحصل عليه من حمض اميني اسمه التريبتوفان، ومحتاج من التريبتوفان ده محتاج من الحمض الاميني 60 ملي جرام علشان احصل على 1 جرام من نيكوتينيك اسيد. يعني لو قلت لك مثلا معايا 120 ملي جرام يبقى هيقدروا يدينه 2 ملي جرام نيكوتينيك اسيد. طيب النيكوتينيك اسيد ده ممكن يفيدني في ايه؟ ممكن يفيدني في ان بيكون لي مركبات مهمه جدا في الجسم اسمها الناد والناد بي. طيب دلوقتي دوري وظيفتها لا. طيب ايه تاني ممكن اعرفه عن النايسين؟ ان لو النايسين اللي هو فيتامين بي 3 ده نقص هيديني مشكله اسمها بلاجرا، تمام. وهنبقى ناخد يعني احنا النايسين ده اصلا هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله في محاضرات الفيتامينز اللي هي محاضرات من الخمسه واحنا طالعين كده، هنتكلم عن النايسين ده بالتفصيل. فاعرف دي لحد ما ايه لما نجيله. اول حاجه النايسين او اسمه الثاني نيكوتينيك اسيد او اسمه الثالث فيتامين بي 3، دي اول معلومه ام سي كيو بيلخبطك ما بين. ثاني معلومه ان هو بيستخدم في حاجات مهمه جدا زي الناد والناد بي. ثالث معلومه ان هو بيجي من التريبتوفان ومحتاجين من التريبتوفان 60 ملي جرام عشان يدينا 1 ملي جرام. رابع معلومه ان نقص النايسين يديك حاجه اسمها بلاجرا، مرض اسمه بلاجرا. طيب ايه البلاجرا ده يا دكتور؟ بلاجرا باللغه العربيه يا شباب يعني الحصاف. حصاف يعني ايه؟ يعني جلد خشن. الناس دول بيبقى جلدهم خشن، اوريكم صوره اهو، بصوا شايف جلده بيبقى عامل ازاي؟ ده شكل البلاجرا، شايف الجلد بتاعه بيبقى خشن قوي ازاي؟ بسبب نقص الايه؟ النايسين، تمام. يبقى البلاجرا ده عباره عن ديزيز بيحصل ديفيشنسي للنيكوتينيك اسيد اللي هو النايسين اللي هو فيتامين بي 3. ده بيحصل ليه؟ لان انت حضرتك ما بتاكلش اكل فيه تريبتوفان كتير، لان احنا عارفين ان التريبتوفان ما نقدرش نصنعه في جسمنا. فلما ما نقدرش نصنع التريبتوفان في جسمنا يبقى النسبه دي هتقل، يبقى احنا مش هنقدر نصنع كميات محترمه من النايسين. انت حضرتك ممكن تاكل نايسين من الاكل بس ما بقاش كفايه قوي ان انت تكون الكميه اللي انت محتاجها، فده ينشا عنه مرض اسمه بلاجرا. يبقى هنا شايف اربع سطور، هو مش طالب منك تفاصيلهم قوي لكن كل نقطه منهم تيجي ام سي كيو. يبقى احنا ايه المعلومات اللي عرفناها عنه؟ اهو باختصار كده فيتامين بي 3 نقصه، دي انا بكتب لك المعلومات من الاهم لاقل اهميه، نقصه يعمل لك بلاجرا جاي من التريبتوفان يستخدم في تكوين الناد والناد بي، وكل 60 ملي جرام تريبتوفان بيدوك 1 ملي جرام نيكوتينيك اسيد. طيب دي اول وظيفه سهله.
تاني وظيفه بقى ان هو بيخش في تكوين السيروتونين. هنا نبدا بقى نخش في الفورمولا. شايفين دي سهله ليه سهله؟ لان هم يعني كفوني شر ان انا اقعد ادور على الفورمولا واقعد اعمل. انا بتكلم علينا احنا كلنا بقى واحنا بنذاكر كطلبه يعني، بيكفيك شر ان انت تقعد تدور. انا خلاص مقتنع ومتاكد ان اكيد بميكانيزمات معينه وبكيميكال رياكشنز معينه هناخد التريبتوفان نحوله لنايس. هنا بقى في السيروتونين هيقعد يتعبك شويه في انزيمات ومش في انزيمات. ليه؟ لان في كلينيكال كولوريشن كبيره اكتر شويه. ازاي؟ تعالوا نشوف كده. بصوا يا شباب، ادي التريبتوفان بتاعنا اهو، ركز معايا كده. ادي التريبتوفان، هنشغل عليه شويه انزيمات تريبتوفان، هيشتغل عليه انزيم اسمه تريبتوفان 5 هيدروكسيليز، يعني نحط مجموعه هيدروكسيل جروب. تمام اهو تريبتوفان هيدروكسيليز، احط هيدروكسيل جروب هنا بيكون لنا حاجه اسمها 5 هيدروكسي تريبتوفان. طيب ال5 هيدروكسي تريبتوفان هيشتغل عليه انزيم اسمه 5 هيدروكسي تريبتوفان دي كربوكسيليز، يعني هشيل سي او 2 فهيكون لنا حاجه اسمها السيروتونين. تمام، يبقى احنا حصلنا من التريبتوفان على السيروتونين. طيب الخطوه اللي بعد كده، السيروتونين ده هيشتغل عليه انزيم اسمه سيروتونين ان اسيتايل ترانسفيريز او سيروتونين نات، وحط لي خط تحت كلمه نات دي كده، سيروتونين ان اسيتايل ترانسفيريز، يعني هنا اسيتايل جروب، فيكون لك مركب اسمه ايه؟ مش ده سيروتونين؟ هنحط عليه اسيتايل جروب. اهو ادي السيروتونين اهو، هنحط عليه اسيتايل جروب هنا كده. يبقى هنسمي المركب ايه؟ ان اسيتايل، او اسيتايل اهو عند النيتروجين هنا ان، ودي اسيتايل وده سيروتونين، فنسمي المركب الجديد اسمه ان اسيتايل سيروتونين. الان اسيتايل سيروتونين ده بعد كده بقى هننقله ميثايل جروب، هنحط عليه ميثايل جروب. انا كل ده بفهمك، مش بحفظك، مش عايزك تحفظ الكلام ده كله، انا اقول لك ايه اللي تحفظه. انا بفهمك ايه الخطوات اللي احنا عملناها عشان لما تيجي تذاكر ما تقراش الخطوات دي ولا تتعب دماغك ولا تقعد تبص في اي حاجه، تعرف بس لما تيجي تحفظ المعلومه تبقى انت فاهمها من الاول من الشرح. يبقى الان اسيتايل سيروتونين ده اهو هنحط عليه ميثايل جروب كمان، هيكون لنا حاجه اسمها ميلاتونين. اللي انا بعلم لك عليه بالازرق ده الكلام المهم بقى. الميلاتونين ما بقولش ميلانين، بقول ميلاتونين عشان هقول لك الفرق ما بينهم دلوقتي. يبقى تاني، التريبتوفان بتاعنا الامينو اسيد ده اللي بنتكلم عليه، هنحصل منه على سيروتونين ونحصل منه على ايه؟ على ميلاتونين. وكنا قبل كده حصلنا منه على التريبتوفان ده، كنا حصلنا منه على نايسين اللي هو فيتامين بي 3، وما كانش يهمنا قوي نعرف هو ايه بيجي ازاي. جميل؟ طيب اتكلمنا عن النايسين وقلنا وظايفه، دلوقتي بقى هنتكلم عن الميلاتونين والسيروتونين. تعالوا برده هنا نبص كده، ادي التريبتوفان، سيبك من الحته دي دلوقتي، ادي التريبتوفان عادي اهو بيتحول لحاجه اسمها 5 هيدروكسي تريبتوفان ثم سيروتونين، وبعد كده السيروتونين ده بقى ممكن يحصل له حاجات كتير تاني. تمام؟ طيب تعالوا بقى نبدا بالسيروتونين. بيقول لك السيروتونين ده از سينثيسايزد فروم تريبتوفان ان نيرف سيل وبليتليت اند ارجنتيفين سيلز. دول ثلاثه اسئله ام سي كيو، نيرف سيل، بليتليت، ارجنتيفين سيلز. واحده واحده نفهم كل واحده ليه. اولا السيروتونين ده كيميكال ترانسميتر، ناقل كيميائي. امال اللي بيسموه هرمون السعاده بقى؟ بيسموه هرمون السعاده لان هو لما بيخرج بيعمل ايفوريا. طب بيخرج فين؟ بيخرج في الاعصاب اللي في المخ، النيرف كونكشنز ما بين النيورو نيورال جانكشن، واصله ما بين النيرف والنيرف، فيعمل ستيميوليشن، فيعمل احساس بالايفوريا واحساس بالسعاده واحساس بالانبساط. ده اللي هو مين؟ السيروتونين. برضه في البليتليت بيساعد في الفازو كونستريكشن. سيرو حتى اسمه سيرو، سيرو جاي من سيرم، وتونين بيحافظ على التون، سيرو تونين، فيجمع البليتليت مع بعضها لما يطلع يجمع البليتليت ويخلي السيرم يعني يساعد في الكلوت فورميشن يعني. يبقى ادي النيرف سيل لانه بنسميه هرمون السعاده، يبقى ده الاسم العام بتاعه. طب هو مشتق منين؟ هو مشتق اسم الاشتقاق الاسم ذات نفسه، اللي هو بيحافظ على السيرم يعني لو ما يخليش ان يحصل هيموريج ولا يحصل بليدنج. لا ده بيساعد شويه في تكوين الجلطات عشان لو حصل هيموريج يبقى الجلطات تتكون، لان احنا عارفين ان الجلطات نافعه وجلطات ضاره. جسمنا لو ما فيهوش جلطات بتتكون، اي خدش في الجسم ممكن يعمل نزيف كبير ويموت الشخص ده. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلقنا البليتليت، والبليتليت يطلع منها سيروتونين يساعد في الاجريجيشن بتاع البليتليت وتلم بعضها وتلم بعضها ينادوا على بعض يعني. وبيخرج كمان في الجي اي تي في الارجنتفين سيلز علشان ينظم حركه الامعاء وعلشان ينظم البلاد سبلاي اللي جاي للانتستين. في خلايا في المعده، مش في المعده، في الانتستين اسمها ارجنتفين سيلز، دي هتاخدوها بالتفصيل في الهيستولوجي او خدتوها بالتفصيل في الهيستولوجي بتاع الانتستين، اسمها ارجنتفين سيلز. الارجنتفين سيلز دي بتطلع سيروتونين. يبقى في ثلاث اماكن بيطلعوا سيروتونين في الجسم، النيرف سيلز في المخ، البليتلتس في الدم، والارجنتفين سيلز في المعده. طيب وظيفته بيعمل ايه؟ بيعمل فازو كونستريكشن. طب الفازو كونستريكشن ده بيتناسب مع تكوين الجلطه ولا بيتنافى؟ لا بيتناسب. ما هو انت لما تعمل فازو كونستريكشن بتقلل السريان الدم. احنا كلمه فازو كونستريكشن يا اولاد يعني انا قللت قطر الدم. لما يكون عندك برميل ولا عندك خرطوم ميه، الهون اللي الدم هيمشي فيه اكتر، ما بقولش اسرع، ما بتكلمش على سرعه، بتكلم على كميه، الهون اللي الدم هيمشي فيه اكتر طبعا البرميل. طيب حضرتك عايز تخلي ميه ماشيه في برميل يوقفها شويه بليتلت صغيرين كده، ولا ميه ماشيين في حته ضيقه والبليتلت اصلا واخده قطر يعني الدايمتر بتاع الارتري او الكابيلاريز دي؟ فكل ما القطر بتاع الاوعيه الدمويه يصغر، كل ما نسبه ان الجلطه تسد الوعاء الدموي ده كبيره.
فعلشان كده السيروتونين بيعمل فازك ريستريكشن عشان يساهم في تقليل النزيف لو حصل نزيف مثلا، يحافظ على التون بتاع البراد ما يخليش البيض يفقد، وكمان ستيمولاتري فبيحسسك باحساس الايفوريا، بيقول لك هرمون السعاده والانبساط. يبقى حاجتين مهمين جدا اهو، في النيرف سيل يعمل لك ستيمولاشن، في البريتلت يعمل لك فازك ريستريكشن، او بيخرج من البريتلت فيعمل فازك ريستريكشن في الاوعيه الدمويه اللي موجود فيها. طيب الكلينيكال كورليشن بقى على الارجنتين سيلز، ده اللي هنعرفه في الثلاث سطور الجايين. طب تعالوا نفهم بقى ايه حوار الارجنتين سيلز والكلام ده كله. بصوا بقى يا شباب، ادي التريبتوفان اهو، والتريبتوفان ده ممكن يدينا ايه؟ سيروتونين. تمام، ده الباثوي بتاع التريبتوفان عشان يكون السيروتونين. السيروتونين ده بعد كده بقى ايه؟ ممكن يدينا ميلاتونين وممكن ما يديناش، على حسب ايه؟ على حسب احنا فين بالظبط. فاكرين الميلانين؟ يعني فاكرين الميلانين؟ قلنا ان الميلانين ده ما بيتكونش الا في الميلانوسايت، ودي بقى نقطه مهمه. ايه؟ قلنا ان الميلانين ما بيتكون، التيروزين ممكن يدي ميلانين، ركز في الحته دي، بس فين؟ عن طريق التيروزينيز انزيم، بس في الخلايا، في خلايا الميلانوسايت، يعني في الجلد يعني ميلانوسايت. طيب بنفس الفكره برضو التريبتوفان بقى اللي هنا، تريبتوفان، اكتبوا الكلام ده ورايا، التريبتوفان يدي ميلاتونين، ما بقولش ميلانين، ميلانين ده يعني ميلانين بيجمنت يعني صبغه في الجلد، انما ده اسمه ميلاتونين. ميلاتونين، الميلاتونين ده موجود فين؟ موجود في حاجه اسمها الغده الصنوبريه كده، اسمها باينيال جلاند، دي موجوده في المخ. في ثيوريز بتقول ان الباينيال جلاند دي هي المسؤوله عن تنظيم النوم، يعني بتخرج الباينيال جلاند دي بتفرز الميلاتونين ده اهو، بتفرزه اكتر بالليل، فبيهيئ وبيظبط النوم، بيظبط السليب. لما تصحى حضرتك بالنهار والضوء يدخل لعينيك يبدا الميلاتونين ده يقل، فيقول لك اصحى وفوق. يبقى الميلاتونين ده هو بيعمل ايه بقى؟ الميلاتونين ده هو بينيمك، ولو صحيت بيقل. يبقى زياده الميلاتونين بيزيد امتى؟ بالليل ولا بالنهار؟ في الدارك ولا في اللايت؟ بيزيد في الدارك. طب وفي النهار في اللايت يبدا يقل، يرجع للريتم بتاعه. طيب يبقى واحد يقول لي يا دكتور احنا استفدنا من هنا كده ايه؟ استفدنا من هنا كده ايه؟ ان التيروزين مش في كل الاحوال بيتحول لميلانين، بيتحول لميلانين بس لو كان التيروزين ده موجود في خلايا الميلانوسايت، والتيروزين ده ممكن يتحول لحاجات تانية كتير، ممكن يعمل وظائف تانية كتير، تمام، غير ان هو يتحول لميلانين. لكن لو تواجد مثلا في خلايا شعر، في خلايا جلد، في خلايا عين مثلا عشان القزحيه، عشان يديك لون العين، ممكن يتحول لميلانين. كذلك نفس الفكره، التريبتوفان هو المفروض يتحول لسيروتونين اهو، ما يكملش البصوي ده ويتحول لميلاتونين الا لو كان في البينيال جلاند. امال الطبيعي بتاعه ايه بقى بره البينيال جلاند؟ البينيال جلاند حته صغيره كده، قشره، قشره صغيره او غده صغنونه كده موجوده في البرين. طيب لو ما كانش لو ما كانش التريبتوفان ده موجود في البينيال جلاند، يعني لو موجود بقى في اي مكان تاني زي النورمال بتاعه، التريبتوفان امين اسيد موجود في اي حته في الجسم، في اي خليه، لو موجود بقى في اي خليه تانيه، خصوصا 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 اللي احنا بنتكلم عليها الارجنتين سيلز دي بقى، ايه اللي يحصل؟ لو موجود فيها ادي السيروتونين اهو، الطبيعي الطبيعي خالص ان السيروتونين ده اهو بيساعد في الهضم وبيساعد في البلاد سبلاي اللي رايح للانتستين، فبعد ما بيخلص شغله خلاص يعمل له سكريشن من نحطه في جرانيولز، ادي الخليه تحطه في جرانيولز، دي شكل الخليه، دي خلايا الارجنتين سيلز، دي خلايا الايه؟ الارجنتين سيلز، واحد من ضمن الخلايا في الجسم، وبالتالي واحد من ضمن الخلايا اللي تاخد التريبتوفان، وقلنا ان هو بيخرج اصلا، بيتكون اصلا السيروتونين بيتكون في الارجنتين، في الارجنتين سيلز دي، فالتريبتوفان بيخش زي ما بيخش اي خلايا في الجسم، بيخش خلايا الارجنتين سيلز، فالارجنتين سيلز دي عندها الانزيمات القادره على تصنيع السيروتونين، ولما تصنع السيروتونين يؤدي الشغل بتاعه، وكمان بعد ما بيزيد بقى، بعد ما يخلص شغله ويعمل اللي هو عايزه، بتقوم معبيه في جرانيولز، معبيه في جرانيولز اهو، يبقى السيروتونين هنا متعبي في جرانيولز، في جرانيولز، في جرانيولز، في جرانيولز، وبعد كده تقوم مديه فين؟ تحطه في البلد، تحطه في الدم خلاص، عشان احنا خلاص انبه شغله وخلص شغله وكل حاجه تمام، واتعبى وطلع من الارجنتين سيلز وراح للدم عشان يعمل الشغل اللي هو عايز يعمله في الدم. ممكن يحصل له ابتيك البليت اللي تاخده، تمام، البليت اللي تاخده ويتخزنه فيها لوقت عوزه، حصل نزيف ولا اي حاجه ومطلعاه كميديتور عشان يعمل فازو كونستريكشن بسرعه عشان يحافظ على الدم وما يحصلش نزيف. يبقى دي اول طريق ممكن يسلكه السيروتونين. او بقى لو الكميه اللي عندي كبيره شويه وخلاص البليتلت استكفت وقالت خلاص انا عملت ستورج وعملت ابتيك واسترجعت كميه من السيروتونين الموجود في الدم وخزنتهم عندي زي الفل، يبقى هنا خلاص يعني انا مش هقدر اخد تاني سيروتونين. فزياده بقى في السيروتونين دي يجي عليها انزيم اسمه مونو امينو اوكسيديز، مونو امينو اوكسيديز الماو، فاكرينه اللي اتكلمنا عليه قبل كده في البنفرين والنورابنفرين، اللي كانوا بيكونوا حاجه اسمها في ام اي اللي هو الفينايل مانديليك اسيد. المهم ان الماو ده ايه؟ الماو او انزيم ثاني اسمه الدهيد ديهيدروجينيز، الانزيمين ده هم بيقدروا يكسروا السيروتونين يكونوا حاجه بقى مهمه جدا، دي اهم نقطه في اللي انا بتكلم فيها عليه كله، حاجه اسمها ايه؟ 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد.
هيا خمسه هيا، عارف انت ارفع خمس صوابع كده هيا بينا هيا بينا، اشتغل في كرتون الاطفال خمسه هيا هيا بينا. يعني ايه هيا بينا دي؟ يعني هيا بينا ننزل الى اليوريا. يعني من الاخر من الاخر التريبتوفان ده هو بيتحول لسيروتونين في خلايا اسمها الارجنتين سيلز. الارجنتين سيلز دي في المعده بتبقى محتاجه السيروتونين في شغلها، فالسيروتونين هي بتاخد التريبتوفان وتعمل سلسله من التفاعلات فتكون السيروتونين، وبعد كده تحط السيروتونين في حويصلات عشان تبخه في الدم، فلما بيتبخ في الدم يقوم بوظيفته، وبعد ما يقوم بوظيفته شويه يتخزنوا في البليتلت والزياده يتكسروا، يتكسروا لحاجه اسمها هيا خمسة هيا، تقول لهم باي باي هيا بنا انا نازل الى ايه الى اليون، انا خلاص عملت الشغل اللي عليا، وتشاور لهم بايديها الاثنين او بايديها بايد واحده خمس صوابع يعني، فتقول لهم خمسه هيا. طيب استفاد انا ايه من الكلام ده كله خمسه هيا ومش هيا في بقى حاجه اسمها كارسينويد تيومر. الارجنتفين سيلز ده يحصل فيه حاجه اسمها ارجنتفينوما. الارجنتفينوما دي ايه بقى؟ الارجنتفينوما دي يعني حصل ورم في الكارسينويد سيلز، احنا سميناها كارسينويد سيلز لانها بتطلع حاجات، فبيقولوا عليه كارسينويد تيومر شبه السرطان. هي خلايا بيحصل فيها بيحصل حاجات كتير جدا في الجسم، ان شاء الله تبقى في البطنه، بيحصل سيمتومز في كذا مكان. المهم ان الارجنتفينوما دي بيسموها اسم تاني بيسموه الكارسينويد سيلز. طيب الكارسينويد سيلز دي هتنتج ايه؟ الخلايا دي اصلا شغلتها انها تطلع سيروتونين، فلما يحصل فيها تيومر هتطلع كميه كبيره جدا جدا من السيروتونين، وبالتالي الدم هيعلى فيه كميه كبيره جدا جدا من السيروتونين، البليتلت مش هتقدر تخزنها كلها، فكميه الهيه الخمسه هي دي يا نهار ابيض تنزل بكميه كبيره قوي قوي في اليورين. فحضرتك لما تاخد عينه من بول هذا الشخص تلاقي فيه كميه كبيره من الهيه. يبقى لو احنا شاكين ان واحد عنده ارجنتفينوما ورم في هذه الخليه او اللي بيسموه اسم ثاني كارسينويد تيومر، فعشان كده سموا الخلايا دي خلايا كارسينويد سيلز. خلي بالك كلمه كارسينويد، كارسينويد يعني كانسر، واويد يعني شبيه، لانه هو كانسر بس بينمو ببطء. المعروف ان الكانسر او السرطان اللي هو الورم الخبيث ده كانسر، المعروف انه بينمو بسرعه، هو هنا ورم وسرطان وخبيث بس بينمو ببطء شويه، وبيحصل في الخلايا اللي هي الارجنتفين سيلز دي او بيسموها نيورو اندوكراين سيلز. المهم ان هينتج كميه كبيره من ايه؟ من الخمسه هي دي اللي هو هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد، هتنزل بكميه كبيره جدا في اليورين. طيب تعالى نطبق على الكلام ده شويه معلومات مهمه جدا بيجي لك في الامسكيو، مش مكتوبه في الكتاب بصيغه مباشره لكن بيسالك فيها في الامسكيو. لما يحصل كارسينويد تيومر او الكارسينويد سيلز دي تكتر قوي 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 فتنتج سيروتونين قوي او الارجنتفينوما، اللي هيحصل ان التريبتوفان ده هيتشفط ويفضل يتحول لسيروتونين، يتشفط مع الخلايا دي اكتف قوي، فتفضل تاخد الماده الخام هنا قوي 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 وتنزلها وتطلع، وخمسه هي تكتر قوي قوي قوي. ده هيجي على حساب مين؟ يعني التريبتوفان بقى يمشي في حوار السيروتونين، بيمشي في البطويه ده كده، مين اللي مش هيلاقي كميه حلوه تروح له؟ يبقى التريبتوفان ده انا كان عندي 100 تريبتوفان، كنت بدي 50 مثلا للنايسين و50 للسيروتونين، دلوقتي اصبح ال100 دول السيروتونين ده مش مكفي ال100، ده عايز 200 كمان. فالنايسين ده يعني البطويه بتاع تحويل التريبتوفان للنايسين ما بقاش كافي، ما بقناش نقدر نودي كميه كبيره من التريبتوفان للنايسين، فهنتج عن كده نقص الفيتامين بي 12، نقص النايسين الفيتامين بي 3 قصدي، نقص الفيتامين بي 3، نقص النايس اللي هي اسمها ايه؟ بلاجرا اللي هو مرض الحصاف، او بنقول عليه بصوا بنقول 3 دي درماتيتس يعني التهابات في الجلد، فجلده يخشن، ودايريا يبقى عنده اسهال، وديمنشيا يعني عنده فقدان في الذاكره، اللي هم دول الثلاثه دي يعني مشهوره جدا. بلاجرا اللي هو فيتامين بي 3 يبقى 3 دي، هو فيتامين بي 3 يبقى 3 ايه دي، ده البلاجرا. طيب يبقى انا يا دكتور اخرج من هنا بايه؟ السلايد الاولانيه دي اخرج بيها من ايه؟ ان لو عندي حاجه اسمها ارجنت فينوما، الارجنت فينوما دي عباره عن كارسينويد تيومر، يعني تيومر هو كانسر بس بينبض، عشان كده سميناه شبيه الكانسر. يعني كارسينويد تيومر في الارجنتفين سيلز بتاعه الانتستين اهي، ادي شكل الارجنتفين سيلز، دي شكل الانتستين، ادي الارجنتفين سيلز اهي. طيب بيحصل برودكشن كتير قوي قوي للسيروتونين، وبالتالي اكسكريشن لكميه كبيره قوي من الخمسه هيا فين؟ في اليورين. دي كده اللي انا معلمك عليهم بالاحمر ده وبالالوان دي، دي كل الاسئله اللي بتيجي في الام سي كيو في السلايد اللي قدامك دي. يبقى احنا اتكلمنا في السلايد دي عن ايه؟ عن النايسين وعن السيروتونين. النايسين عرفنا عنه ان هو فيتامين بي 3 تمام، ولو باظ يحصل بلاجرا اللي هي 3 دي، دايريا ودرماتيتس التهابات في الجلد، ودايريا اسهال، وديمنشيا يعني فقدان في الذاكره. بيجي منين؟ بيجي من التريبتوفان، مهم جدا في تكوين الناد والناد بي اللي هو فيتامين بي 3. يعني 60 ملي جرام من التريبتوفان يدينا 1 ملي جرام من النايسين. طيب السيروتونين، السيروتونين ده ممكن يخرج من خلايا النيرف سيلز فيعمل لك ايفوريا ستيمولاتري، يخرج من البليتليت فيعمل فازو كونستريكشن، يساعد في حدوث الفازو كونستريكشن من الارجنتفين سيلز، فيديك حاجه اسمها خمسه هيا، ولو الخمسه هيا دي اشتغل عليها الماء ومونو امين اوكسيديز هيديك كميه كبيره من حاجه اسمها خمسه هيا. يلا بينا ننزل على اليورين، هيا بينا الى اليورين. الطبيعي تنزل من 2 ل 8 ملي جرام في اليوم، من 2 ل 8 ملي جرام في اليوم. لو حصل ارجنتفينوما بقى لا ده تنزل بكميات كبيره قوي قوي تمام. ده كده النايسين والسيروتونين. بعد كده الميلاتونين، الميلاتونين ده قلنا بيخرج منين؟ بيخرج في البينيال جلاند، واتكلمنا ان هو بيبقى بيخرج اكتر في الدارك بيريود يعني بالليل، ولكن بالنهار بيبقى لو ليفل من 10 بيفضل في اللو ليفل. طيب بيبقى الدايورنال فاريشن، يعني ايه دايورنال فاريشن؟ يعني بيزيد بالليل
وبيقل بالنهار، دي اسمها دينامو فاريشن. ما دام يا شباب في هرمون بيتغير مستواه بالليل عن النهار، يعني ادي مثلا هنفترض اهو ده الوقت بتاعنا، هو بيزيد بالليل ويقل بالنهار، يزيد بالليل ويقل بالنهار، يزيد بالليل ويقل بالنهار، دي اسمها دينامو فاريشن. المسؤول عن كده المتحكم في كده النور ابنفرين، النور ابنفرين يطلع مثلا بالنهار فيقلله ويقل بالليل فيطلعه، بيتحكم فيه يعني بيتحكم. يبقى المتحكم في خروج الميلاتونين هو النور ابنفرين. طيب بيتحكم فيه كده ازاي؟ عن طريق ان هو يعني بيزود تصنيع الميلانين مثلا بالليل ازاي ويقلله بالنهار ازاي؟ عن طريق ميكانيزم انتراسيلولاري. بصوا فاكرين الانزيم ده اهو، الميلاتونين ده اهو، فاكرين النات اللي انا قلت لكم حاطه تحتيه كذا خط؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ النور ابنفرين، النور ادرينالين، بيحفز حاجه اسمها سايكليك اي ام بي، ده وسيط جوه الخليه. يبقى ادي الخليه اهي، ارسم لكم ادي الخليه، شايفين ادي الخليه اهي، تمام ادي الخليه، ادي الخليه اهو. يقوم جاي النور ابنفرين من بره، يقوم محف النور ابنفرين يمسك في الريسبتور بتاعه، فلما يمسك في الريسبتور بتاعه يحفز السايكليك ام بي، فالسايكليك ام بي يحفز مين؟ يحفز النات، فالنات يكمل الباثوي ده فيطلع لك الميلاتونين، تمام. يبقى عرفنا مين المتحكم في هذا الباثوي، النور ادرينالين، يحفز يعمل سكند ماسنجر، يقول لي لاخوه والنبي خش اعمل لي شاي عشان مش عارف اخش البيت، يقول لي السايكليك ام بي قضي لي المصلحه دي، فالسايكليك ام بي يروح على النات اللي هو ان اسيتيل ترانسفيريز، يقول له كمل يا باشا خد السيروتونين وكمل. بس ده بيحصل فين بس؟ في خلايا البينيال جلاند، ما بيحصلش في اي خلايا، في خلايا البينيال جلاند، تمام؟ تمام؟ ده كده كان الايه؟ الفكره بتاعت الميلاتونين. طيب الميلاتونين برضو بيشتغل زي السيروتونين كنيورو ترانسميتر، وده يفهمك ليه دايما بيحطوه على البيجات بتاعت الفيسبوك. طبعا لازم من العمق ان هم يستخدموا حاجات نيورو ترانسميتر، يقول لك دوبامين، يقول لك سيروتونين، يقول لك ادرينالين، يعني مستخدمين كل انواع الكيميكال ترانسميتر علشان ظن منهم يعني انها بتعمل اوفوريا وكده وبتعمل سعاده، فيقوموا حاطين عليها ايه؟ بيجات على الفيسبوك. وطبعا انت كل ما تفتكرها هتعيط، كل ما تفتكر الميلاتونين هتفتكر الدينر فاليشن بينيال جلاند او بينيال بودي، يا نهار ابيض وحوارات. فهتقول لي يا ريتني ما افتكر الانزيم اسمه ايه؟ اسمه نات. طيب الحته بقى دي فيها تامل قوي، ان هم الميلاتونين ده هو لما بيطلع، قلنا ان ده هرمون اللي بيطلع بالليل يعني بيخليك تنام وبيقل بالنهار، لما بيطلع بيوقف هرمونين، هرمون اسمه ام اس اتش وكنا اتكلمنا عليه قبل كده اسمه ميلانوسايت ستيموليتنج هرمون، وهرمون اسمه اي سي تي اتش ادرينوكورتيكوتروفيك هرمون. الام اس اتش والاي سي تي اتش، الام اس اتش ده كان بيطلع الميلانين، الميلانين اللي هو كان مسؤول عن صبغ الجلد، وقلنا ان هو بيحافظ على الجسم وعلى الجلد بتاعنا من الـ من الالترا فايلت ريز، تمام؟ يبقى بيحافظ على الجسم بتاعنا من الاشعه. طب هو الجسم بتاعنا بيتعرض للاشعه امتى؟ في الغالب بيتعرض ليها بالنهار وهو خارج في الشمس. طيب الميلاتونين ده بيطلع بالليل، يبقى الام اس اتش ده احنا محتاجينه اكتر بالليل ولا بالنهار؟ محتاجينه طول اليوم بس محتاجينه اكتر بالنهار. فالبينيال جلاند لما تطلع الميلاتونين ده بالليل تقلل الام اس اتش، لان احنا مش محتاجينه بالليل. ونفس الفكره برضو الاي سي تي اتش الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون بيطلعه كورتيزول، والكورتيزول ده هرمون ستريس طوارئ، ده بيبقى اعلى ليفل ليه الساعه 7 الصبح بالنهار، يعني عشان انت تبدا بقى تواكب الحياه وتشوف شغلك وتشوف مصالحك، كل ده ستريس، فبيخرج الهرمون ده عشان يخليك تقدر تعمل الحاجات دي كلها. يبقى الميلانوسايت ستيموليتنج هرمون والادرينو كورتيكوتروفيك هرمون اللي بيطلعه ميلانين وكورتيكوسترويد كورتيزون، يعني الاثنين دول بيعلوا في النهار والميلاتونين بيعلى بالليل، يبقى اكيد لما الميلاتونين هيعلى بالليل هيقللهم بالليل مش هيخليهم يطلعوا بالليل، وتتعكس الايه بالصبح، الميلاتونين يقل فدول يعلوا الام اس اتش والاي سي تي اتش، تمام. ده كده كل المعلومات اللي احنا محتاجين نعرفها عن الميلاتونين. اخر حاجه بقى، وهنا هتنقلي بالايه بتاعت صحابنا اللي كانوا فرحانين، اللي هم كان عندهم ايه؟ اللي كان عندهم ام ار سندروم مذاكره ريزيستنس سندروم، كانوا فرحانين، والمذاكره سنسيتيف سندروم كانوا زعلانين، ما كانوش بيحبوا الامينو اسيد التريبتوفان، يعني المذاكره سنسيتيف سندروم اللي بيحبوا يذاكروا ما حبوش الامينو اسيد ده في الاول، قال لك يا عم ده احنا مش هنعرف هنا ومش محتاجين نعرف دي، وكمان ده اسينشال يعني مش محتاجين نعرف جه منين. فبداوا هنا الدنيا ترتاح شويه، لان في يعني في معلومات عايزه تتذاكر كتير، هو نياسين وسيروتونين كل واحد فيه 3 4 معلومات بيجوا ام اس كيو، كل واحد فيه 3 4 معلومات بيجوا ام اس كيو. تعالوا بقى اكمل لكم ونخلي الام اس سندروم يفرحوا اكتر، يعني مش بس هيذاكروا، هم في الاول كانوا كرهوا التريبتوفان، تعالوا اعرفكم هنا هيكرهوه اكتر. ليه بقى؟ لان التريبتوفان ده هو المسؤول للاسف عن الرائحه الكريهه التي يفرزها البراز او التبول، لو واحد يتبول او يتبرز طبعا الريحه يعني مش محتاجه اوصف لكم. فالاندول او الاسكيتول هم دول الحاجات اللي مسؤوله عن تكوين هذه الرائحه. ازاي؟ التريبتوفان ده اهو، ادي التريبتوفان، البكتيريا اللي موجوده في الانتستين بتعمله بيوتريفاكشن، بتعمل تعفن للتريبتوفان، بتعمل عليه شويه تفاعلات يعني، فتكون لك حاجه اسمها اسكاتول، وكون لك حاجه اسمها اندول، والاسكاتول والاندول ده يمروا بشويه تفاعلات فيحصل لهم اكسكريشن في اليورين، الاسكاتول والاندول. طيب لما بينزلوا بقى في اليورين مع اليورين ومع الاستول بيعملوا الرائحه الكريهه بتاعه اليورين وبتاعه الاستول، اللي هم مين؟ اللي هم الاندول والاسكاتول. طيب تخيل بقى لو واحد مريض، شوف بقى هنا السؤال اللي مسكيه بيجي لك فين، بيقول لك لو واحد عنده انتستينال اوبستراكشن، طب ما هو كده يعني احنا كنا بنطرد البكتيريا كانت بتشتغل على الاندول وعلى الاسكيتول
وبتديهم الرائحه الوحشه بتاعتهم، وتخلي البراز او الستول ينزل بالرائحه الكريهه بتاعته دي. طب لو واحد عنده انستنال اوبستراكشن، تسدد انسداد في الامعاء بتاعته، ما فيش ستول اصلا بينزل، ما الاندولوسكاتول ده هيفضلوا متراكمين. لو واحد عنده كرونيك كونستيبيشن، امساك مزمن، عنده حاجه اسمها هارت نوبس ديزيز هنتكلم عليه دلوقتي، برضه بيتميز ان الاستومك فيها مشكله. ايه اللي يحصل في كده؟ اللي يحصل في الحاجات دي ان كميه الاسكاتول والاندول هتفضل متراكمه قوي قوي قوي، فبدل ما كانت تنزل في الاستول يحصل لها ابزوربشن وتمتص تخش الجسم. طب تخش الجسم عادي كده، ادي الانتستين اهي، ادي الاستومك والانتستين، وعندنا هنا كده مين؟ عندنا هنا ليفر. اي حاجه كده عايزه تعدي من الانتستين تعدي كده وتروح للدم وترجع للجسم وترجع للقلب، اي حاجه ترجع للقلب بسهوله كده؟ لا طبعا مش اي حاجه ترجع للقلب بسهوله. ده اول ما الاندولوسكاتول دول المفروض ان هم ما يحصلهمش ابزوربشن، بس لو حصل انسداد في المعده هنا كده اهو، نمسح بس كده نرسمها حلو معلش. ادي الانتستين اهي، دلوقتي لو حصل انتستينال اوبستراكشن، حصل انتستينال اوبستراكشن هنا كده، يبقى اذا ايه اللي هيحصل؟ الاندول والاسكاتول اهم، الاندول والاسكاتول هيفضلوا متراكمين ومش هينزلوا في الاستول، مش هيخرجوا في الشارع. فلما مش هيخرجوا في الشارع ايه اللي هيحصل لهم؟ الاندول والاسكاتول هيطلعوا يمتصوا في الجسم، بس لما بيمتصوا بيقابلهم الحمد لله حاجه اسمها الليفر، المطبخ بتاع الجسم. فالليفر يقوم واخد الاندول والاسكاتول ويحولهم لمواد اقل سميه، لان الاندول والاسكاتول دول هم ريحتهم وحشه من فراغ، عشان هم وحشين، فلما يخشوا الجسم لو دخلوا كده بصيغتهم دي ممكن يعملوا مشاكل جدا في الجسم. فالليفر يقوم واخدهم يعمل لهم ديتوكسيفيكيشن ويعمل لهم كونجيجيشن بشويه حاجات ويحط عليهم بوتاسيوم وبتاع علشان يمشيهم في السيركيوليشن، فيطردوا من عن طريق الكليه. ما عرفناش نخرجهم من عن طريق الاستول، طب نخرجهم من عن طريق الكليه، بس يا دكتور عشان نخرجهم من عن طريق الكليه لازم امشيهم في الدم، ما ينفعش يمشوا كده عادي في الدم لوحدهم، فبمشيهم في الدم بباثوي، بحط عليهم حاجات تامنهم شويه، حاجات تخليهم اقل سميه. فايه اللي بيحصل بقى؟ بعد ما بيحصل لهم ابزوربشن بيحصل لهم ديتوكسيفيكيشن في الليفر عن طريق ان احنا نكون حاجه اسمها اندوكسيل سلفيت، وبنحط عليهم سلفيت سوري مش بوتاسيوم، واسكاتول سلفيت اهو. ادي الاندول وادي الاسكاتول، بنكون حاجه اسمها ايه؟ بوتاسيوم اسكاتول سلفيت وحاجه اسمها بوتاسيوم اندول سلفيت، بوتاسيوم وسلفيت مع بعض. وبعد كده يحصل اكسكريشن في اليورين. يبقى في الاول هم حصل لهم انستينال عن طريق انستينال البكتيريا، حصل لهم تخمر وبتريفاكشن وكده وتعفن وبتاع، فعملوا ريحه وحشه لما الاسكاتول والاندول. طب الاسكاتول والاندول ده حصل انستينال اوبستراكشن، مش عارفين يخشوا للجسم، مش عارفين ينزلوا من الجسم في الاستول، يروحوا على الليفر، يحصل لهم ديتوكسيفيكيشن في الليفر، والليفر يحط عليهم شويه مواد، يحط عليهم بوتاسيوم، يحط عليهم سلفيت، يكون لك مركبات بعد كده اقل سميه شويه ويرميهم، او اقل سميه يعني يحصل لهم اكسكريشن عن طريق الايه؟ عن طريق اليورين. يبقى احنا كده عرفنا ما يجب ان نعرفه عن الاندول والاسكاتول. اخر حاجه بقى وخلاص، ودول كلمتين سهلين، لو حصل مشكله في التريبتوفان الميتابوليك ايرورز، يعني في التريبتوفان ميتابوليزم، لو ما عرفناش نعمل ميتابوليزم كويس للتريبتوفان، اول حاجه لو ما حصلش انتستينال ابزوربشن او رينال تيوبلر ري ابزوربشن للتريبتوفان، يعني لو احنا ما عرفناش نمتصه كويس، ما عرفناش ندخله كويس، ولو دخل الجسم، دخل السيركيوليشن بتاع الجسم، المفروض ان هو ممكن يترمي في الكدني، ممكن يترمي في الكدني. لو اترمى في الكدني لازم نرجعه تاني للجسم، اهو نعملها باللون الاحمر، لازم نرجعه تاني يعمل له ري ابزوربشن للجسم. يبقى يا اما يحصل له ابزوربشن يعني امتصاص، او ري ابزوربشن اعاده امتصاص. ما ينفعش يحصل مرض هنا كده زي الهارت نوب ديزيز، او يحصل مرض هنا في الكليه اي مشكله فتمنع ان التريبتوفان يمتص للجسم او يعاد امتصاصه. ما كده لو في مشكله في الانتستين او في مشكله في الكليه منعت امتصاص او اعاده امتصاص التريبتوفان، التريبتوفان هيقل تمام. ولما التريبتوفان هيقل، وده اسينشال ملوش طريقه في الجسم نصنعه بيها الا اننا ناكله، لما يقل التريبتوفان ايه اللي هيحصل؟ لما يقل التريبتوفان هيقل تصنيع النايسين، هيقل تصنيع الفيتامين بي 3، فيتامين بي 3. ولما يقل تصنيع الفيتامين بي 3 يحصل البلاجرا، بي 3 يبقى دي 3 يبقى اللي هي البلاجرا، بي 3 يبقى مرض الحصاف اللي هو البلاجرا اللي هو 3 دي، يبقى بي مع البي وال 3 مع ال 3 دي تمام. يبقى هيحصل البلاجرا اللي هي فيها سكن راش اللي هي الدرماتيتس اللي قلنا عليها، ده نتيجه نقص ايه؟ اللي هو الفيتامين بي 3. طيب ايه بقى يعني ايه كلمه هارت ناب ديزيز؟ برضه دكتور ما فهمتش. الهارت ناب ديزيز هي البلاجرا اللي بسبب مشكله في الانتستين او مشكله في الكدني، وتكون اكتر في الانتستين. يبقى ما هو الهارت ناب ديزيز؟ الهارت ناب ديزيز هي مشكله في الانتستين في الامعاء منعت من امتصاص التريبتوفان، يعني التريبتوفان قل، بس قل بسبب ايه؟ قل بسبب ان احنا مش عارفين ناكله او مش عارفين نمتصه، وبالتالي نتج عنه ان الفيتامين بي 3 نقص اللي هو النايسين نقص، فحصل بلاجرا. لان يعني البلاجرا دي ممكن تحصل بسبب كذا حاجه، يعني بصوا اهو، يعني احنا عندنا التريبتوفان اهو في بصوي بيدينا نايسين، ممكن الانزيمات اللي هنا بوصفه تعمل لنا بلاجرا، بس البلاجرا دي هل هي جايه بسبب
ان التريبتوفان ما دخلش الجسم عن طريق المعده عن طريق الامتصاص او عاده الامتصاص، لا التريبتوفان موجود في الجسم بس مش عارفين نحوله لميس، اللي هو البصوي اللي قلت لكم اترحمنا مننا نذكره، مش هنشرحه، ما علينا شرحه، اللي هو البصوي ده. لو البصوي ده حصل فيه ديفكت هل هنكون لميس؟ لا، هتحصل بلاجرا برضو، بس هل بلاجرا بسبب نقص التريبتوفان ولا بلاجرا بسبب نقص الانزيمات؟ التريبتوفان زي موجود زي الفل ما اثرش، فدي ما بنقولش عليها هارت ديزيز. الهارت ديزيز لما نقول التريبتوفان ده ناقص لان ما عرفناش نمتصه في المعده او ما امتصناهوش في الكليه. تمام، ده اسمه الايه؟ الهارت ديزيز. ركزوا في المسميات، انا بحاول اكون دقيق جدا ومفصل جدا عشان تبقوا في المذاكره الدنيا سهله وعارفين الاسئله بتتسال ازاي. ده كده الايه؟ ده كده اللي هو الهارت ديزيز. ماشي، يبقى اذا الهارت ديزيز، الهارت ديزيز ده نقص في التريبتوفان ادى الى نقص في التريبتوفان ادى الى مشكله نقص في الفيتامين بي 3. دي اول حاجه ما تلخبطش. تاني حاجه بقى ايه؟ نقص في الفيتامين بي 6 فيتامين بي 6. فيتامين بي 6 ده هو بيستخدم في حاجه معينه. بص يا شباب، احنا يعني ما خدناش كل المعلومات عن التريبتوفان عشان تكونوا واخدين بالكم، يعني احنا اصلا كل امينو اسيد دي في معلومات كتير جدا عنها ما بناخدهاش، احنا بناخد بس اللي هو على قدنا والامور كومن. التريبتوفان مثلا احنا خدنا ان هو بيتحول لسيروتونين والسيروتونين يتحول لميلاتونين. في باثويز كتير جدا اهي ممكن يخش فيها التريبتوفان في تصنيعها، باثويز كتير قوي. من ضمن الباثويز دي ان هو بيخش في تكوين حاجه اسمها الكاينورينين، والكاينورينين ده ممكن اكسره واحصل منه على الناد. فاكرين لما قلت لكم بنكون الناد من التريبتوفان ده؟ اهو بنكون الناد، ممكن نكون الناد والناد بي والحاجات دي كلها، اهو ده الباثوي اللي بنكونه. واحده من الخطوات اللي موجوده جوه الباثوي بنكون حاجه اسمها كاينورينين، والكاينورينين ده هو ممكن يشتغل عليه انزيم اسمه كاينورينيز. كاينورينيز اللي هو اختصاره كي واي ان يو. الانزيم ده هو ده بيحتاج فيتامين بي 6. الانزيم ده هو بيحتاج فيتامين بي 6. لو فيتامين بي 6 مش موجود، لو حصل فيتامين بي 6 ديفيشنسي، الانزيم ده مش هيشتغل، فالباثوي ده هو يتقفل. اهو عامل لك عليه علامه اكس حمراء، الباثوي ده هو يتقفل، فالكاينورينين ده هو يمشي في الباثوي ده فيكون لك ماده اسمها رانسي يورينيك اسيد. دي بتنزل في اليورين وممكن تعمل لنا حصوات او حاجه او مشاكل. تمام، يبقى هو اللي عايزك تعرفه من النقطه دي ايه؟ التريبتوفان من ضمن الباثويز بتاعته انه بيخش في تكوين حاجه اسمها كاينورينين، والكاينورينين ده ممكن يمشي كده عشان يدينا نات، ما احنا عارفين التريبتوفان بيكون لنا نات. طيب لو فيتامين بي 6 ناقص، في انزيم اسمه كاينو يورينين او يورينيز، اهو كاينو يورينيز الانزيم ده، هو ده السؤال اللي بيجي لك ام سي كيو، الانزيم اسمه ايه؟ اسمه كاينو يورينيز. طب لو الكاينو يورينيز ده ما اشتغلش، وقف باظ، الباثوي هيقف، فالكاينو يورينين ده هو مش هيقدر يمشي كده، فيمشي في الباثوي ده اللي هو بيكون حاجه اسمها زانسي يورينيك اسيد، اهو والزانسي يورينيك اسيد ده هو ينزل في اليورين. بس هو ده اللي احنا عايزين نعرفه في النقطه دي. يبقى النقطه اللي احنا عايزين نعرفها ان الفيتامين بي 6 بيتداخل في الميتابوليزم بتاع التريبتوفان. مهم جدا ان يبقى عشان نعمل ميتابوليزم للتريبتوفان ان يكون موجود فيه فيتامين بي 6. فلو الفيتامين بي 6 مش موجود هيغير، هيشفت المسار بتاع التريبتوفان. التريبتوفان كان بيمشي المسار الاساسي كده، ممكن يمشي هنا شويه، ممكن يمشي هنا شويه، لكن الانزيم لو وقف يشفت اكتر على الطريق اللي هنا. تمام، اهو يعني بصوا شايفين ادي الانزيم اهو وقف، المفروض الانزيم مكمل هنا كده، الانزيم ده باظ، فالباثوي يجي كده ويمشي كده اهي. يبقى الكاينورينين مش هيقدر يكمل كده فهيمشي كده، يديك حاجه اسمها ايه؟ زانسيورينيك اسيد، والزانسيورينيك اسيد ده هو اللي هينزل في اليورين. تمام، ده السؤال اللي احنا كنا محتاجين نعرفه على الفيتامين 6 ديفيشنسي. تعالوا نلمه كده بقى، ادي التريبتوفان اسينشال امينو اسيد، يعني لازم ممكن نخش في تصنيع البروتين سينثيز لانه امينو اسيد زي اي حاجه. ميكسد امينو اسيد لانه ممكن يدينا الانين وممكن يدينا اسيتو اسيتالكو ايه، الالانين يخش في تصنيع الجلوكوز والاسيتو اسيتالكو ايه كيتون بودز، يبقى حلو كده زي الفول، يبقى الاثنين ميكسد كيتوجينيك وجلوكوجين. تمام، ودي قلنا الناس اللي هم ام ار سندروم مذاكره ريزيستنت فرحانين بيها قوي لانه مش هيقعدوا يذاكروا حاجه وميكسد، ومش هنعرف هيجي هيتحول لكده ازاي وهيتحول لكده ازاي، يبقى كده زي الفول ان هو ميكسد امينو اسيد. ممكن يخش في تصنيع النيكوتينيك اسيد اللي هو فيتامين بي 3 اللي هو نيكوتينامايد، والنيكوتينامايد بيساعد في تكوين الناد والناد بي، ممكن يخش في تكوين السيروتونين، والسيروتونين ده لما بيتكسر بيديك حاجه اسمها 5 هيا يلا بينا هيا ينزل في اليورين. زيد امتى؟ لو حصل ارجنتفينوما او كارسينويد تيومر. التريبتوفان ممكن يخش في تركيب الميلاتونين، بس ده موجود فين؟ موجود في البينيال البادي بس، وبيبقى مسؤول عن تنظيم الريتم بتاع النوم، بيخليك تنام بالليل وتصحى بالنهار. التريبتوفان لو في البكتيريا بتاعت الانتستين اشتغلت على التريبتوفان بتعمل حاجه اسمها انتستينال بيوتريفاكشن، تعفن كده للتريبتوفان، فتكون حاجه اسمها اندولوس كاتول اللي بينزلوا في الاستول. طب لو حصل انتستينال ديستراكشن اي مشكله او اي حاجه يطلعوا على الليفر، والليفر يحط عليهم بوتاسيوم وصلفيت، يكون حاجه اسمها بوتاسيوم ايدوكسايل واسكاتوكسايل صلفيت، ودول ينزلوا فين؟ ينزلوا في اليورين، يبقى قللنا السميه بتاعتهم ونزلناهم في اليورين. تمام، يبقى احنا كده خلصنا التريبتوفان. فاضل لنا بقى فيديو واحد لكام امينو اسيد كده فاضلين، خمس ست سلايدات مقارنه سهله وبسيطه ان شاء الله. يبقى كده خلصنا من جزء كبير جدا في الميتابوليزم عندنا، الا وهو الامينو اسيد ميتابوليزم.